حياكم الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا فيكم في برنامج المؤشر، نتابع معكم رابع جلسات هذا الأسبوع. عدنا مرة أخرى إلى التراجعات مشاهدينا الكرام في هذه الجلسة بسيولة 50 مليون هي معدل السيولة في هذا الأسبوع، لكن إن شاء الله نتابع أيضا تفاصيل وأسباب أيضا هذا التراجع من الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، عادت التراجعات وبقوه في هذه الجلسه بعد سلسله من الارتفاعات بدايه الجلسه، لكن اللي حدث اليوم ان هناك تراجع قوي جدا لفيوتشر ماركت الامريكي، وكذلك اسواق المال الاوروبيه تراجعت بقوه، وكذلك سوق المال السعودي واسواق الخليجيه تراجعت بقوه في هذه الجلسه. السوق السعودي لحد الان وصل 170 حاليا 130، وكذلك معظم الشركات الاسواق الاخرى سواء سوق القطري او سوق ابو ظبي، ذلك هذه التراجع أثرت بصورة كبيرة جدا على السوق، لكن التراجع الكبير هو للسوق الأمريكي حتى هذه اللحظة، وكذلك السوق الألماني اللي في هذه اللحظة حوالي 300 نقطة. لذلك مشاهدينا الكرام احنا تراجعنا بناء على هذا الامر خوفا من انزلاق الاسواق قدا. الكل قاعد يقول اليوم ابيع افضل من باكر. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام وين وقفنا، وين استغرينا، وشنو راح يصير باقفالات المزاد على بعض الشركات، وكذلك يعني نشوف الوضع العام اللي راح تؤول اليه هذه الجلسه في نهايتها. اللي قاعد اشوفه انا فعلا لحد الان في تراجعات واضحه مشاهدينا الكرام، والله على اكثر من شركه في تراجعات واضحه على اكثر من شركه راح تكون، لكن الوطني هو الافضل. الوطني مطلوب بالحد الاعلى 983 الوطني، الخليج دخول قوي جدا على البنوك، كذلك بيتك مشاهدينا الكرام، لكن بيتك العرض اكثر من الطلب، الخليج الطلب افضل، الوطني الطلب افضل، في دخول واضح مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات، ولكن العروض اكثر من الطلبات، العروض اكثر من الطلبات مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه اللي قاعد تشهد انزلاقا قويا لمعظم الشركات، يعني باستثناء القطاع المصرفي تحديدا. نلاحظ مشاهدينا الكرام الوطني طلبات جدا ممتازه، واعتقد ثواني وندش المزاد ونشوف ايش راح يصير في نهايه هذه الجلسه. لحد الان السوق الاول 19 نقطه ونص متراجع، الرئيسي 20 نقطه و16 نقطه، السوق العام 19 نقطه و16 نقطه. الطلبات جدا ممتازه مشاهدينا الكرام، والله طلبات قويه جدا على اكثر من شركه، لذلك واضح الرؤيه بان الشركات القياديه افضل حالا. زين، كذلك بالحد الاعلى تطلب 424، العرض بالحد الادنى ها هو الاقفال مشاهدينا الكرام، والتراجعات زادت باستثناء الوطني والخليج وبوبيان وعقارات الكويت المرتفعين لحد الان اتكلم انا، وارتفاع لبكيبلات وارتفاع لهيومن سوفت وارتفاع للجزيره وارتفاع لميزان وارتفاع للبورصه وتراجع للغانم 12 فلس. يعني مشاهدينا الكرام زادت التراجعات وارتفعت السيوله. السيولة 55 مليون بإقفال المزاد ودخول واضح على معظم الشركات القيادية، لذلك لاحظنا انخفاض قوي جدا على مؤشرات السوق في هذه الجلسة. لكن اللي قاعد اشوفه انا فعلا التراجع مستمر، تراجع كبير على هذه الشركات، انخفاض في السيوله بصوره ملحوظه في الايام الماضيه وكذلك في هذه الجلسه. 55 مليون يعني هي سيوله بيعيه اكثرها من شرائيه، الشراء كان بدايه الجلسه حوالي 4-5 مليون، ومن ثم انقلب الحال الى تراجعات حاده لمعظم الشركات وخاصه السوق الاول. السوق الرئيسي لا، ليه من الحين قاعد يفقد كثير من النقاط وينزلق انزلاقات كبيره جدا، اغلب الشركات تراجعت الى مستويات لم نكن نتوقع ان تصل لهذه المستويات امانه. لم نكن نتوقع أن تصل هذه المستويات، لكن وصلت بقوة. مثل ما قلنا الخوف من انزلاق الأسواق أثر على سوقنا في هذه الجلسة، والكل خايف من جلسة اليوم بالنسبة للأسواق العالمية، ومن ثم بدأت عمليات البيع المكثفة، وكذلك تراجع أسعار النفط، لا نغفل البيع تراجع قوي جدا في هذه الجلسة. خلينا نشوف معكم مشاهدينا الكرام وين أقفلنا، شنو صار في نهاية الجلسة، وكذلك نتابع أقفالات ما بعد المزاد والشراء ما بعد المزاد، ولكن الوضع العام لين الحين غير واضح الرؤية، والتراجعات مستمرة ونزيف النقاط مستمر في السوق. يعني الوطني دينار و35 4 فلوس صعودا 7,792,000 سهم، بنك الخليج ارتفع 3 فلوس في نهايه الجلسه 7,200,000، الدولي تراجع في السير، برقات 3 فلوس، بيتك 5 فلوس بداوت 10.5 مليون تقريبا، بنك بوبيان يرتفع 3 فلوس في نهايه الجلسه، الدوله ضعيفه جدا، استثمارات الوطنيه بعد كان صعود قوي جدا بدايه الجلسه تراجع 3 فلوس، مشاريع الكويت 5 فلوس كذلك تراجعا، الامتياز تراجع فلس 17 فلس، عقارات الكويت ترتفع بفلسين. لاحظ الشراء ما بعد المزاد مشاهدينا الكرام، الشراء ما بعد المزاد قاعد اشوف انا على والله بعض الشركات كالمتكامله، الجرين، مشاريع،
اجلتي اليوم اجلتي وصناعتي وطنيه اليوم خلاص اليوم تداول دون استحقاق بعد الاقفال هذا خلاص اللي عنده يعني بعد اقفال المزاد راح يكون يملك في الارباح يدش الارباح وياه لكن في هذه اللحظات لا والله الوضع جدا يعني بالنسبه للسوق كل لحظه ضغط بيعي ضغط بيعي في هذه الاثناء قاعد اشوف ضغوط بيعيه واضحه مشاهدينا الكرام والله على الطلبات حاليا على اغلب الشركات السهوله 55 مليون و400 الجزيره 5 فلوس ارتفاع الاهلي المتحد البحرين 3 فلوس تراجع أربع فلوس ميزان فلسين متكاملة على استقرار شمال الزور على استقرار البورصة 88 فلس ارتفاع الغانم 12 فلس ارتفاع عن معروض الغانم تداولات أقل للغانم تداولات أقل وبيتك 808 صناعات وطنية 272 أما بالنسبة للسوق الرئيسي فبازال يعني مو أفضل حالا من السوق الأول التجاري هو الوحيد المرتفع 10 فلوس الأهلي 4 فلوس المتحد على استقرار الكويتية 3 فلوس تراجع الخصوصية 3.4 المساكن بارتفاع الدلقان والعيد على تراجع التسهيلات اليوم 10 فلوس تراجع التسهيلات إيفا تراجع 16 فلس الساحل 14 فلس البيت كذلك مشاهدين الكرام أرزان ترتفع 7 فلوس في نهاية الجلسة المركز المالي والأولى على تراجع والخليج يرتفع 5 فلوس بعد أن كان متراجع أثناء الجلسة طبعا كميات بسيطة جدا على الخليج أعيان ب 6 فلوس تراجع 127 لأعيان 127 لأعيان كفك وكامكو على تراجع والوطنية الدولية القابضة بارتفاع يونيكاب بتراجع الصفات 3 فلوس تراجعا 121 للصفات وصكوك كذلك مشاهدين الكرام ب 16 الفلس تراجع النور 3 فلوس ارتفاع عن تمديل الاستثمارية بتراجع 17 فلس السورية آسيا بتراجع راسيات بفلس والكويت للتأمين على تراجع وربا للتأمين على تراجع وثاق بارتفاع والمتحدة بتراجع الوطنية العقارية بتراجع في مرتفعة الصالحية بأربع فلوس والتمدين العقاري على تراجع والله صفقات كثيرة قاعد تتم حاليا صفقات كثيرة ما بعد المزاد ونلاحظ مشاهدين الكرام سرعة الصفقات بصورة ملفتة في هذه اللحظات عربية عقارية بارتفاع الإنماء على تراجع وإنجازات بارتفاع تجارية على تراجع سنام بارتفاع وأعيان العقارية المتراجعة مزايا وتجارة والتعمير وأرجان بتراجعات واضحة دبي الأولى كذلك مشاهدين الكرام مدينة الأعمال بارتفاع 3.2 لمدينة الأعمال ونلاحظ منازل كذلك مشاهدين الكرام بارتفاع والمينة بارتفاع فيما رمال اسمنت الكويت السفن على تراجعات بورتلاند ب 11 فلس المعادن على تراجع أسيكو بتراجع فلوس استهلاكية فلس و19 الفلس وباكر الاستهلاكية يصير فيها مشاهدين الكرام حق الأولوية لاكتتاب زيادة رأس المال الصربوخ وربا كابيتال المنطقة الخضراء سينرجي على تراجع التعليمية بتراجع التنظيف كذلك ومركز سلطان بتراجع أريدو بارتفاع والرابطة على تراجع لابسكو 22 فلس المعامل بتراجع التخصيص وبيت الطاقة على تراجع بترو جلف بارتفاع إيفا فنادق تراجع فلس و14 الفلس أبار 11 فلس ارتفاع لأبار ننتظر النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في نهاية مارس الماضي المشتركة 26 فلس مشاهدين الكرام تتراجع والمشتركة للتنويه بس للتنويه اللي ذكرنا اليوم الصبح حصلت على مناقصة لم تحصل على مناقصة حصلت على أقل الأسعار في أبو ظبي في إمارة الشارجة في الإمارات العربية المتحدة على مناقصة أقل الأسعار لما الحين ما وقعت لكن حصلت على أقل الأسعار بقيمة 29 مليون 378 دينار كويتي هذا بس للتنويه المشترك المشترك تراجع اليوم بالحد الأدنى 26 فلس بالحد الأدنى طبعا جني أرباح مستحق بعد صعود قوي جدا لكن يتوقع ارتداده في أي لحظة المشتركة النخيل على تراجع وكذلك أسس ويوباك أولى وقود بتراجع منتزهات بتراجع التقدم التكنولوجي 25 فلس ارتفاعا وكذلك فيوتشر كيد والمواشي بارتفاع فيما جي أف إتش 3 فلوس يتراجع جي أف إتش 3 فلوس لجي أف إتش وأنوفست كذلك فلسين لاند العقارية بتراجع جي تي سي بتراجع ونلاحظ التراجعات واضحة مشاهدين الكرام لمعظم الأسهم دون استثناء يعني هناك تراجعات باستثناء الشركات القيادية اللي فيها قوة شرائية جيدة خاصة الوطني وبنك الخليج وكذلك يعني بعض الشركات الأخرى اليوم لكن اللي النهاية كانت سلبية للمؤشرات زادت فيها الخسائر ولكن أقل من أسواق المنطقة أمانة أقل من أسواق المنطقة لكن هناك ضغط بيع النفط متراجع بقوة يعني حوالي أكثر من 3% وأسواق المال العالمية كذلك بتراجع أسواق المال الخليجية بتراجع إحنا ليس بمنع عن هذا الأمر لذلك لاحظنا أن هناك يعني اليوم ضغط بيعي على معظم الأسهم تراجعت فيه الأسهم بصورة ملفتة في هذه الجلسة نأمل إن شاء الله جلسة الغد جلسة ختام الأسبوع أن تعكس المؤشرات اتجاهها ونشوف المنطقة الخضراء في ظل يعني نزول الأسعار إلى مستويات جدا متدنية لم نكن نتوقع أن تصل لهذه المستويات لذلك نأمل مشاهدينا الكرام جلسة قد تكون أفضل من هذه الجلسة وكل شكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. السوق الأول بدأ من راجع.
مشاهدينا الكرام، هكذا كانت إذن ختام جلستنا لهذا اليوم. تراجعات طالت مؤشرات السوق، وكذلك أيضا تأثر فيها بشكل واضح مؤشر السوق الرئيسي وأيضا الشركات المضاربية الصغيرة والمتوسطة. أيضا مشاهدينا الكرام، هناك تماسك للشركات الخمس الأكبر القيادية، هناك أجيلتي والوطني وأيضا بيتك عند المستويات اللي كانت في جلسة الأمس. رغم اللون الأخضر اللي شفناه في يوم الأمس، إلا أن التراجعات هي بتوازي مع أسواق المنطقة، أسواق الخليج. هذه الفترة فترة مسار عرضي، نلاحظ فيه ارتفاع ثم بعد ذلك أيضا استقرار وأيضا ارتدادة خجولة، لكن غالبا هي تراجعات هي سيد الموقف في هذه المرحلة التي نعيشها في 56 مليون تداولاتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، 11000 صفقة بطبع حجم تداول 187 مليون سهم. السوق الأول ما زال محافظ على مستوى 8000 نقطة، وهي يعني مستوى مهم فنيا، وإن شاء الله نتعرض أيضا لبعض الأسباب وكذلك أيضا حال السوق بشكل عام وأسواقنا أسواق المنطقة مع ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي. حياك الله أستاذ ناصر، يا هلا ومرحبا فيك. مساء الخير أخ رائد، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. هل أصبحنا نمشي بتوازي واضح مع الأسواق الخليج، اللون الأحمر يكون طاغي على أسواق الخليج، ومع ذلك أيضا نكون نحن تبعا لأسواق المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد رائد أن أصبحنا نصير بتوازي مع الوضع العام، مع الأوضاع الساخنة والمتباينة اللي يعيشها العالم بأسواق العالم أجمع، والأسواق الخليجية والسوق الكويتي جزء من هذه الأسواق العالمية. يعني بالأمس كان هناك تفاؤل كبير بعد تصريحات مورغان ستانلي، لكن أيضا كان هناك يعني نوع من لنقل الارتداد النفسي أكثر من الفني. اليوم أثر تراجعات الأسواق العالمية الأوروبية بالذات وأيضا الأسواق الخليجية وتراجع السوق الكويتي، أنا أعتقد يعني نستطيع أن نؤكد إلى ما كنا نشير إليه في الأسابيع الماضية في برنامج حضرتك، بأن هناك يعني أزمة كبيرة ومعقدة ومركبة لا زالت تهيمن على المنطقة، ولا زال هناك عدم يقين بالنسبة لنقل المؤثرين بالسوق الكويتي في استمرارية الارتفاع أو الاستمرار أو الانخفاض. لاحظنا اليوم أن هناك محاولات رائد، يعني مثل سهم الوطني لا زال يحاول وحيدا بدعم السوق ودعم بعض الأسهم القيادية، لكن هناك عمليات بيع واضحة لا تزال موجودة على بعض الأسهم القيادية، وأيضا هناك نوع من العزوف المستمر على أسهم أخرى بالسوق الرئيسي. أيضا رائد كان هناك نوع من المضاربات حتى ذكرناها أمس في بعض المواقع الاقتصادية، أن هناك نوع من المضاربات وأيضا التحرك الفني على أسهم أصبحت يعني نقول مادة ساخنة للمضاربين في خصوصا في القطاع المالي. بشكل عام رائد، بشكل عام لا نزال يعني نعيش في حالة عدم يقين، لا نزال نعيش بترقب كبير. مسألة أن الأوضاع تتغير للأفضل، أنا أعتقد أننا بحاجة إلى تأكيدات أكثر وإلى أفعال أكثر، وليست تصريحات سواء من مورغان ستانلي أو ما يعني من جهة أخرى. نعم، كنا نتوقع أو أشار بعض التقارير أن والله ممكن يكون هناك أيضا تماسك أكثر وارتفاع أولي لقطاع المصارف مدعوم بارتفاع الفائدة، فإلى أي مدى نحن نجد ونتلمس هذا الأمر على بنوكنا؟ نجد أيضا بنك وربا الأكثر انخفاضا بينما نجد الأكثر ارتفاعا بنك بوبيان. رائد، إذا أردنا نتكلم عن الوضع الكويتي بفضل الله سبحانه وتعالى نحن بأفضل وضع مر على الاقتصاد الكويتي منذ سنوات، سواء بالقطاع المصرفي أو حتى بالتحسن المالي والفني لمعظم الشركات، لكن نحن نتكلم عن يعني نقول مستثمرين كبار يتأثرون نفسيا وفنيا بما يحدث في العالم. القطاع المصرفي حتى ارتفاع الفائدة والذي يعني متخوف من معظم أسواق العالم سيعم بالفائدة على المصارف، وبالتالي يعني قد
ينعكس ذلك على أسهم أخرى، لكن مقابل ذلك رائد ستكون هناك أيضا نتائج لنقول سلبية لكن يعني لنقول منخفضة لبعض شركات المال بالربع الثاني والربع الثالث نتيجة انخفاض أسعار الأسهم القيادية. القطاع المصرفي حتى الآن لا يزال مدعوم من قبل البنك المركزي، وأيضا هناك يعني مش محفزات الأخبار الإيجابية تتحدث عن دمج الأهلي والخليج وما قبل دمج بيتك والأهلي المتحد، كل هذه أمور رائد يفترض أن تعطي القطاع المصرفي نوع من القوة والمرونة. لكن مثل ما ذكرت لحضرتك والأخوات والأخوة المشاهدين بأن هناك وضع عام، وضع عام هذا لا زال مسيطر على الأسواق، وخصوصا أن هذه الأزمة مثل ما ذكرت حضرتك في أسابيع ماضية مركبة معقدة من قضية الحرب الأوكرانية، من قضية التضخم، من قضية الديون، من قضية أوكرانيا كورونا الذي ينتشر الآن بشكل نقول غير كبير في بعض الدول. كل هذه الأمور رائد تعطي نوع من عدم اليقين للمستثمر والمحافظ المالية الكويتية. ممتاز، ما النصيحة الأمثل في ظل هذا التذبذب، هذا الخوف اللي يسبق الذعر أحيانا بتراجعاتنا الحادة لصغار المتداولين أستاذ ناصر؟ نصحناها لكم عندكم قبل شهرين ان لازم يكون هناك، بس تاكدت حاجتها يعني الان النصيحه في ظل هالظرف هذا. والله يا رائد انا كل اسبوع قاعد ما احذر لكن نبين بان الاوضاع غير مريحه، لكن لا نستطيع نحن كمراقبين او كمحللين ان نتكهن بشيء صحيح، ممكن ان تنعكس الامور بحاله اي خبر ايجابي فتنعكس الامور، فبالتالي نحن في امام جهاز رسمي لا يسعنا الا ان نقول ما نستطيع القول لا، لكن بدون ان نجزم بذلك. انا اعتقد من شهرين كنا نتكلم ونبين للاخوات والأخوة المشاهدين المتداولين بأن الترقب والتريث مطلوب حاليا برغم أي ارتدادات، تقليل المحفظة وتوفر الكاش، وهناك فرص ستأتي مع الأسواق دائما. يعني كل أزمة يمر فيها أي سوق سواء السوق الكويتي أو السوق العالمي ستكون هناك فرص أفضل من السابق، لكن بالوضع الحالي أنا أعتقد الترقب لا يزال موجود مطلوب، وأيضا يعني توفر الكاش وتقليل المحفظة وخصوصا على الأسهم السيئة. لكن الأسهم الممتازة، الأسهم القيادية حتى لو تتراجع يا رائد يعني سترتفع مجددا، حتى يعني ما أجزم بأي وقت، لكن طبيعة الأسهم القيادية أنها دائما وراها مستثمرين كبار، وراها محافظ كبيرة، وهذه المحافظ الكبيرة أيضا لها يعني لها أجندة خاصة، بعضها يعني ماخذها بأسعار مرتفعة، بعضها راهن أسهم ومقترض عليها، هذه أيضا نقطة مهمة جدا. كل هذه تعطي نوع من القوة للاقتصاد الكويتي، لكن بشكل عام التريث مطلوب بهذه المرحلة. يعطيك العافية وكل الشكر لك الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخادي على هذه الإيضاحات وأيضا هذه النصائح القيمة لصغار المتداولين. شكرا جزيلا لك، الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر. نحييكم إن شاء الله ونلقاكم على خير بإذن الله في تداولات يوم القد، ونأمل أن يكون هناك يعني إقفالة إيجابية يعني ترتد فيها مؤشرات السوق ونعوض فيها بعضا من خسائر هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم على خير في يوم الغد، إلى اللقاء.